قضية الأفعال لو تكثر مناطيك علوم دنية على الهزلة موثقها من عاش راسه على ذله وتدنيقه تموت نفسه على المطاء مدنقه الأجودي بين راسه والمروة غرام والطائلة ما تبي يكود خياله لا صار ما للرجل في العز شف ومرام يقعد مع أم البنات ويلبس أشيالها أنا وظهر صاحبي لغاب درع وحسام ألجم أفواه نتسولف بمن بحاله اسعى الأرزاق مع رب كفيل وكل فكر بحال راعية وعه دام مرضي والديك الله جليل وكل منهم في صلاته لقدعة يا صدر لا يلحق من وقتنا هم اضحك بوجه الضيق واغب الليالي لهل الفعل كيف ولهل الردى كم والطيب ما يزهى على غير راعيه اللي يشوف انه كفو قوم يقدم والرجل يحذر من فعول ترديه مترس يفرخ بالهرج من سل وعند المواقيف صارت مخلب حدية شوارب اللي لها زايل جات من صلة وقلوبهم عند روب الطيب معمية مطرف صلاح مطرف العنزي شاعرنا يعطيك العافية وقواك الله يسعد لي مساك ويا حياك الله معنا الله يسعد مساك دكتور طالب طول العمر تشرف بهاللقاء معاك انت والأستاذة يعطيك العافية شاعرنا صلاح نورتنا اليوم برنامج عسيف واليوم بنسولف سوالف حلوة وأكثر شيء عن الشعر وأجمل شيء هو الشعر كل ما يجي منكم حلو طول عمرك وإن شاء الله بوجودك على معنا التغرير هذا تستاهل الطيب الله يعزك شاعر تمتلك مفردة لكن الانتشار مو وايد يعني بحجم الشاعرية من وين التقصير؟ والله التقصير مني أنا مراتي يعني حتى لو ألقى برنامج صارت محسوبيات لو أبي أتقدم لكن أنت صراحة يمكن قليل الظهور بسبب عدم تواجد أي منصة تقدر الشاعر أنه يطلع فيها ولازم تكون محسوبة على أحد عشان طبعا بالسابق الكلام هذا أما الوقت الحالي لا انتهى الأمر هذا بسبب البرامج الناجحة مثل برنامج على السيف منصات التواصل الاجتماعي قضت على الأمر هذا يمكن السوشيال ميديا أيضا فضاء مفتوح للجميع فضاء مفتوح ومنصة للي ما له منصة ويبين شاعرية الشخص فيه واللي شو اللي تغير؟ تغير كثير وايد تغير في القصيدة يعني في القصيدة هي القصيدة هي نفسها اللي تغيروا الشعراء والإطلالة يعني قبل ملزوم يجبرني بشعراء معينين يفرض علي أسماء معينة أنا كجمهور يفرض علي أسماء معينة أمسية لفلان وفلان وفلان يفرض عليك أسماء معينة حاليا ما يقدر يفرض جميل. عليك صلاح أنت يمكن معروف أنك شاعر جزل واختيارك لبعض المفردات والحبكة الشعرية بشكل عميق ولكن تستخدم يمكن مفردات نوعا ما تنتمي إلى البادية بشكل أو بآخر يمكن بعض المفردات غير واضحة لكثير من الشباب متلقي. الحين للجيل الحالي ما تحس أن هذه مغامرة منك هذه مشكلته مو مشكلتي يعني. هو اللي تخلى عن البادية ما تخليت أنا فالمفردة هي نفسها ما تغيرت لكن هو اللي ما يبي يطور من نفسه بس دائماً الحين شعراء شباب يحاولون يوصلون إلى السهل الممتنع اللغة البيضاء ما بين نعم كل تبديل المفردة الصعبة بالمفردة السهلة لكل قصيدة مفرداتها صحيح يعني أنا لما بي مثل تقصد قصيدة قبلية مثلاً أو مدح بالقبيلة ما تقدر تجيب كلمات أو مفردات سلسة صح يعني لها مفردات بعض المفردات المستخدمة في هذه القبيلة مستخدمة تجبرك القصيدة أنك تجيب مفردات تناسبها صحيح وحتى القافية كذلك بعد طبعا صلاح سمعنا نبي قصيدة حلوة يقول من يزعل هرج الحقيقة الياجاه عنده خلل واضح ومشوف بالعين الطيب ما جابه لا منصب ولا جاه الطيب فطرة في نفوس العزيزين واللي يطبل لك من أقصاه لدناه ذيبان وكحيلان نعم ونعمين هذا اليوم انطحت وتصيح تنخات تشوف راسه بين رؤوس المقفين عنده طبيعي انطاح صاحبه خلاه وعنده اللزوم يبين لك فيه وجهين عليك باللي نوم سلف على اليمناه واترك علومه للرخاب الدواوين أخو
خويا طاح لا ما تعداه، دايم على يمناه بالزين والشين. استخدامك مثل هذه الأفكار في بناء قصيدة، دائما الشاعر يعني خلينا نقول يتجه هذه الاتجاهات بأن يعطي بعض النصائح الحكم في بعض القصائد عشان تكون لها قيمة. نعم. أنت تخطط لها؟ والله القصيدة هي تبدأ الشاعر وهو يختمها. القصيدة هي تجي بروحها، ما في يعني لو يجي شاعر يقول لك بكتب قصيدة ممكن يكتب، لكن مو نفس قصيدة الموقف وقصيدة الفكرة نفسها اللي هي تستفزك للكتاب. لكن آخر فترة انتشر الشعر اللي فيه حكمة. حتى الشعراء اتجهوا فيه. نعم، هو الحكمة مطلوبة بكل الأوقات وكل، لكن الحكمة الاجتماعية أكثر ما انتشر فيها. ونصوص تحذيرية. يمكن المتعارف على الشعر خاصة الشباب يحبون الغزل والعاطفي، ولكن نشوف الفترة اللي طافت الشعر الاجتماعي طغى نوعا ما، والكل يتداول الأبيات الاجتماعية أكثر من الأبيات الغزلية. نعم. ليش؟ المجتمع نفسه هو يبي أحد يفضفض عنه، يبي أحد يقول لي بقلبه، لدرجة أنك يعني لو تقول القصيدة يقول قلت اللي بقلبي. تعتقد أن ارتفع مستوى الثقافة عند الشارع؟ مستوى الثقافة، لكن مستمع. القصائد الاجتماعية تبي جرأة بالطرح. صحيح. تبي شاعر جريء أنه يطرح ويمس القضية بشكل مباشر، ويمس القضية ويحط يده على الجرح نفسه. على طاري الفضفضة، يعني نبي شعر طريقتك أنت. أنا ترى سيء بالحفظ شوي يعني، أعتذر. يقول مسموح. يا صدر لا يلحق من وقتنا هم، اضحك بوجه الضيق وزعل لياليه، لهل الفعل كيفن ولهل الردى كم، والطيب ما يزهى على غير راعيه، اللي يشوف انه كفو قوم يقدم، والرجل يحذر من فعول ترديه، نشوم عن بعض الحكي ما نتكلم، يوم الردي ما شام واظهر خوافيه، من لا حشم نفسه عن الهرج والنم، من لا حشم نفسه عن الهرج والنم، ما ينفع لوم وكلام ومشاريه، لو بتردى نفسك تصيح بكشم، ولا تقدر بنفس الفعايل تجازيه، لهل الفعل مدح ولهل الردى ذم، واللي كسب له شيء خليه يحتفظ فيه، نجي على الهقوى لابو حاضر وتم، وضيع الرجال كثرة هقاويه، اللي يتردى شخص ما هو ولد دم، تقدر تصد عنه وتمشي تخليه، المشكلة لا صار عندك ولد عم، طيب خلق الله ورداها البني خي. الله الله صح صح صح. هل فعلا وصل فينا الحال لكل مواطن شاعر؟ شاعرين بس. إيه، لأن الحين حتى اللي مو شاعر صار شاعر. شلون؟ شاعر البيتين، يجيك شاعر شغلته بس يكتب بيتين، أكثر من بيتين ما يقدر. هذه موجودة بالتواصل الاجتماعي، هذه تويتر وسوالف في تويتر بس، وفرض نفسه شاعر. زين، هذا اللي يكتب بيتين، يكتب بيتين مطابقين لقواعد الشعر، مطابقين بتفعيله بوزن بقافية. وزن بقافية. زين، ليش ما نسميه شاعر؟ ليش ننتقده يعني؟ ما ننتقده في جو، ما ننتقده، بس انت لما تحطه على المحك ما يكتب قصيدة. لما تحطه على المحك القصيدة يعني انت شاعر دكتور تعرف. من 8 أبيات أكثر هذه تطلق عليها قصيدة، وبعضهم يقول من 10 أبيات وأكثر. قال قصيدة بيتين، أنا أعتبرها تنهيدة مو قصيدة. لكن صلاح البعض ينتقد الشعراء الشباب دائما مو مهتمين في الشعر، بس في اللبس والماركات وكشختهم، فشون بترد على هالشعراء اللي يسمون نفسهم أنه هو شاعر وهو مو مهتم في الشعر؟ هو مو مهتم بالشعر، اهتم بالشكل أكثر من المحتوى. بالنهاية فقاعة صابون ما راح يقدر يفرض نفسه على المتلقي، لأن المتلقي راح يفرز الشاعر الجزل من فقاعة الصابون وفترة، وراح يعني ما راح يطول، ما له نفس طويل معه. هل فعلا هناك شاعر ومستشعر؟ أكيد هذه موجودة. الشاعر اللي بفطرته شاعر، والمستشعر اللي دخيل على الشعر، اللي هو ممكن تصير شاعر بس صعب انك تصير لاعب كوره، صعب انك تصير مغني، صعب الشعر ممكن الجمهور يفرق. صلاح الحين يفرق، قام يفرق الجمهور، جمهور
بالسابق كان في جمهور فزة. اي. اللي من القبيلة الفلانية او الحزب الفلاني او الشلة الفلانية. لكن ما يزال هذا الموضوع موجود. لا خلاص البرامج التواصل الاجتماعي كسرت الحاجز هذا. كسرت الحاجز. انا اصبح واسطتك قصيدتك. اذا انت رجل جزل الناس راح تقبل. الفزعة ما تفيدك هذا ما كنت. الفزعة ما تفيد ما تفيدك الفزعة اذا انت ما عندك فزعولك وطلعوك على المنصة. فشلتهم ما جبت شيء جمل ولا جبت قصيد جزل فالفزعه ما نفعتك بشكل. صحيح. علاقتك وايد حلوه مع معدين البرامج الشعريه لكن ما نشوفك على هالبرامج هذه وايد مقل في الحضور. والله معدين منك ولا منهم؟ بعض المعدين علاقتهم مثل اللبن اسبوع وتنتهي صلاحيتها. شلون؟ ما دام ان الشيء بيده ما يفيدك. اذا طلع من الجريده او طلع من البرنامج او قال والله لو انه عندي فنفعتك. ف وانا طلبتي عزيزه علي. الله. ما اطلب احد. يعني اذا ما اثق بالدكتور طالب واثق انه يلبي لي طلبي ما اطلب الا انا واثق من اللي قدام. ما تحب واحد انه يكسر فيك في ما في شخص يحب ان احد يكسر فيه ولا في شخص يحب إن حتى الطفل ما يحب انك ترده. صدق بالك شخص كبير وواعي. شلون ترد عليهم بقصيده؟ قل انا تعبت من العنا والمشاوير وتعبني التفكير أكثر وأكثر ليلي طويل ولا لفوني مسايير أشقيت عيني كل يوم وانا أسهر أفل شريط أيام مرت على خير وأبحث بها وأقول يمكن مقصر وأطوي شريط ولا لقيت التفاسير حلمي كبير وكل ماله يصغر شفني تلاشت من سماي العصافير وارضي قفر كانت للأصحاب أنهر ليه شربتنا اليابسة والمعاسير وليه خذلتني قلوب الله أكبر حطبت نفسي للوفا دون تفكير بس تركوني لين هالقلب جمر كف الوفا صاير مع أيامي قصير شحيح يا وقت علينا تكبر فرشت عمري للهقاوي مناعير أجي على الهقوة أبد ما تأخر أنا لو صار بالوقت تغيير باقي على خبرك أبد ما تغير نفرح لهم بالربح ولا المخاسير حنا عوضها كان هالوقت قصر. سلام. صح لسانك. صح لسانك صلاح. كلام جميل مفردات جزلة ويعني الأفكار دائما لما الشاعر يكتبها يدخل بدخول جميل وينتهي من هذه القصيدة ويختم هذه القصيدة بفكرة واضحة هنا يمكن تكمن شاعرية وفنيات هذا الشاعر. نعم. اليوم الشعراء لأي درجة ينظرون إلى هذا المنظور أن تكون القصيدة قالب مترابط من بدايتها إلى ختامها؟ والله كثير من الشعراء يعني حبكة القصيدة الشاعر اللي ما يحرص على حبكة القصيدة راح تكون قصيدته وقتية. صحيح. القصائد اللي ترسخ بالذاكرة واللي يحفظها ويرددها الجمهور أكثر القصائد اللي السهل الممتنع اللي يقول اللي بقلوب العالم الفكرة الواضحة اللي ما فيها رمزيات أنت أعطيني رمزيات أنا أبي أتلقى على طول الفكرة واضحة. صحيح. ما أبي أروح أبحث شنو يقصد كذا شنو معنى كذا نفس ما تفضل. البعض يقول اللقب اللي ينشر بالمال والمسجات ما هو لقب؟ أكيد مو لقب. إذا أنت شريت لقب بالمال يجي ليشتري منك ولا واحد يجي فوق. هذا يمكن على طاري برامج المسابقات الشعرية وأنت يمكن شاركت في النسخة الثانية أتوقع. نعم. من شاعر مليون حدثنا عن هذا الجو والتجربة. والله أنا ما أخذت التجربة كاملة للأمانة لأن بعد ما قدمت وأجازوني اللجنة فيها صارت لي ظروف رحلة علاج الخارج مع واحد من إخواني. فإذا تتكلم على برنامج شاعر مليون برنامج ناجح وأظهر لنا مواهب. وقصة أن اللقب بشعر مليون التصويت الناس ما راح تصوت إلا مقتنع فيه. نفس ما قلت لك اللي بيفزع
ما يفزع الواحد ما يجمل. بس أكيد في هناك فزعة الوطن وفزعة القبيلة وفزعة الربع. أكيد اليوم أتوقع آخر حلقة بشعر المليون. إيه صحيح. والله يوفقهم إن شاء الله. وشاعرنا الكويتي يمكن الوحيد اللي مشارك محمد الخطيب يمكن. الله يوفقه. من الشعراء المميزين. فزعنا له بالدعاء. ونتمنى لك الخير. وإحنا نسانده ونوقف معاه دائما. الله يوفقه إن شاء الله ويكتب لك الخير إن شاء الله إنه يجيب البيرق للكويت. إن شاء الله. بإذن الله. شو نتسمعنا؟ أوراقي واجد ها؟ اي من حسن حظنا يعني وجود هذا. الله يعز قدرك. يقول المباني وكل ممر تنوي مسيره يحتفي وكنه يردد وين كنتي كل باب تدخله تسمع صفيره ما يبي يفتح بعد ما انتي عبرتي الرخام وكل خطوة تستثيره يتوجد كل ما جيتي ورحتي النسايم هبهبت وقت الظهيرة في الحديقة كلها لما دخلتي أنت مثل المزن لا جانا بخير يا بريئة ليه كل هذا استثرتي الكراسي طاولتها المستديرة استدار المعك يوم أن استدرتي كل كرسي ما يبي تجلس بغيره ولحظة أنك وسط كرسيك استرحتي طار لك عصفور غنى في مطيره رجعوني عينيك يوم أنك رجعتي دفترك نظارتك عطرك عبيره دلتك فنجالك اللي بشربتي النخل والأرض والصدر وزفيره تحتفي بك كلها لا من وصلت في السماء لك غيم يمطر لك حريره والتفي بظلك الأرض ان وقفتي والنهار اللي توسط به هجيره يتشح لك برد تشرين ان ضحكتي الحياة انت وبك الأشياء كثيرة من تعطرتك دفى قلبي سكنتي بين جدران المباني شفت غيرة والسبب معروف ما يحتاج أنت صح لسانك الأمسيات والأصبوحات وينها عن الشاعر صلاح؟ الأصبوحات طبعا ما في أصبوحات في كليات الشباب كلها أصبوحات في كليات البنات وأنا أرفض الحضور فيها لأن الحضور فيها أصبح من أجل لا شيء هما نفس ما قلنا ولا ننتقد أحد باسمه كلها بهرجة وتزيين أي ما في لو تقول للشعراء نفسهم بالأصبوحة في أصبوحة عند كلية الشباب ما حد راح في شيء لفت انتباهي خلال الشعر ذكرت حق أم كلثوم رقعوني عليك فشون دخلت أم كلثوم مع الشعر طار لك عصفور غنى في مطيره الله رجعوني عليك يوم أنك رجعتي تسمع لأم كلثوم؟ والله أسمع لأم كلثوم بسبب أحمد رامي. آه. دائماً الشاعر يتأثر يمكن باللي يشوفه وباللي يسمعه وباللي يعيشه. اليوم مش كثر صلاح مطرف يعيش أو يعني خلينا نقول متجانس مع البيئة اللي حوالينا حتى بقصائده. أنا أكثر شخص يأثر عليه بالقصائد أبوي الله يطول بعمره. الله يطول. الله يحفظه. وهو أهم واحد عندي جمهوري. لو اكتب بيتين لازم يسمعك الله وذائقه مرتفعه ويعطيك انتقاد صريح جدا يقول لي هذه اقول له مبالغه يقول لي لا يكتب ابوك شعر ولا لا عائلتنا كلها ما فيها شعر لا خوال ولا عمى انت الشاعر الوحيد سبحان الله انت شاعر العائله بعد ما يحتاج الحين ما شاء الله قاعد اشوف اوراق وايد قدامك اللي فيها الشعر نبي نستغل وجودك والله هو مخزون السنوات اللي طافت هذه كلها يعني نبي شيء كذي يقول قليل الظهور نبي نسمع شيء نستاهل برنامج على السيف يستاهل والله كله حصري اكثر ما قلته باي برنامج ثاني لان برنامج على السيف برنامج يضيف للشاعر لا بالعكس والله وجودكم هو اللي يضيف لهذا البرنامج الله يعز قدرك يا الله عشانك يقول عشنا بهالدنيا مع زحمه احلام وعلى الامل احلامنا تعيش وتموت نسأل بعضنا هي متى تزين الأيام ونقرأ ملامحنا ويخنق من الصوت نغرس أمل ونقول الأحلام قدام وقدام كل أحلامنا وسط تابوت ننزف عمر ننزف صبر ننزف أعوام وهذا الشقا كنا على الضلع منحوت نضحك فقر وما لنا كلها حطام ونرسم لنا غيوم ومسرات
وبيوت مثل الفرح، لا مر بوجيها ليتام ما له طعم، لا صار بالصدر مكبوت، حط حلمك اللي تنطر منبه ونام، ولا تنزعج والضيق لا فاتك الفوت، حنا نموت ولا تحقق لنا أحلام، ونعيش لكن أجمل أحلام تموت. سلام. صدقت والله، صدقت والله. صح لسانك. صح الله يمدك. اليوم خلينا نتكلم عن الساحة الشعرية. يمكن في هناك نقاد ينتقدون الوضع الحالي. إذا بغينا نحمل مسؤولية نحملها لمن؟ تحملها للي يربط القصيدة بشخص الشاعر. أنا واحد من الناس ما أربط القصيدة بشخصي. القصيدة مجرد أنك ما تنشرها تنتقل ملكيتها من الشاعر إلى الجمهور. صحيح. الشاعر يستمد نجوميته وضوءه من الجمهور نفسه. بالضبط. فأنت ما تفضلت على الجمهور، الجمهور هو اللي تفضل عليك. فالانتقاد يكون بحدود الأدب، وحدود في شعراء يزعلون لما تنتقد قصيدة لأنك يحس أنك تقصده هو شخصي، رابط القصيدة بشخصيته، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الشعراء. صحيح. ايش كثر في تغيير الحين صار برايك على الشعر والشعراء والكتاب؟ الشعر الوقت الحالي والمفردة، الشعر الوقت الحالي عنده شيء مو موجود عند الشعراء السابقين كلهم. شلون؟ عنده ادوات الشعر الجاهلي، ادوات الشعر صدر الاسلام، ادوات شعر ما بعد الاسلام، ادوات شعر الباديه، كل ادوات الشعر متاحه للوقت الشعراء اللي بالوقت الحالي، يعني تقدر تقول جتهم باردة مبردة، ومع هذا يجيب لك فكرة مكررة. الشاعر نفسه هو ما قاعد يطور من نفسه إذا هو ما يقرأ وما يبحث ما يكسب معلومات، ما يكون مترصد للمفردة ولا يكون مترصد للفكرة، عنده مفردة يروح يبني قصيدة كاملة عشان يجيب المفردة هذه يبين للمتلقي أنا مثقف. عندك انتقاد صلاح في موضوع دائما تقوله الشعراء المكياج، شنو تقصد في هذه الجملة؟ اللي يهتم باللبس بالشكل وينسى الشكل وينسى القصيدة. يعني أنا أنت ما تقدر تركز على شكله، هو يبيك تشوف شكله ما يبيك تسمع قصيدته. هو بالنهاية طالع مو عشان القصيدة، طالع يبي يعني يبي بس ما في واحد يطلع بشكله ويلفت انتباهه وأيضا تكون قصائده جزلة. ما أدري وين هذا. وينه؟ ما في الا واحد، دكتور طالب بس. يا بعد قلبي، لا والله ما عليك زود. اكيد يمكن الشعراء الحين دائما لما تنتقدهم في هذا الانتقاد يقول لك يعني انا لازم اطلع كاشخ، لازم اطلع مرتب، في النهايه هذا مظهر وهذا يعني حقك، حقك تطلع كاشخ، بس اعطني ادب، لا تعطيني قله ادب. صح صح. سمعنا شعر. في عندك انت قافيه جميله، والقافية صعبة يعني يمكن نهايتها بال. أي حافظ منها شيء أو مجهزها؟ يقول عكس اتجاهه للردى تلقاني، عكس اتجاهه للردى تلقاني بفعل على اشداد المراجل هوبا، أهل المروة ما تحب الداني، والله لو إن بالذهب متدوبل، ما ينفع الروبل حس الروحاني، لا زعل على البترول طاح الروبل، لا تمتحني وانت ما تقواني، هذه طبيعة فيزياء الكوبل، الطيب يفخر بي وهو يرقاني، يوم ان عقلك بالردى متهوبل، لو به جوائز للردى يلفاني، على الردى تحصل جوائز نوبل، رجلنا الربع خاتم سليماني، وكل من غيومه غدا مستوبل، الصيت يبقى والعمر متفاني، ولا عاش راس للخزي متذوبل، عكس اتجاه البوصلة تلقاني بفعل على شداد الفعايل هوبل. سلام. صح لسانك. يمكن صلاح توافقني الرأي، دائما الشاعر تطري عليه مثلا، يطري عليه بيت ويبدي في هذا البيت يبدي يستمر في كتابة قصيدة، مرات يدخلك هذا البيت في قافية صعبة توهق في بعض المفردات، شلون تحاول تربطها؟ هني ثقافة الشاعر، مخزون الشاعر. يعني القافية مو مشكلة، القافية ما تأثر الشاعر،
لعصر الشاعر حبكة صح. البيت يعني لما تكتب فكرة كاملة ببيتين أصعب من أنك تكتب على قافية أسرة. القافية مو مشكلة، تقدر ترجع لأي معجم تكتب فيه وتأخذ منه مفردات تكون سلسة وسهلة. الشباب عندنا خلف الكنترول يبون يسمعون شعر، لكن يبون شعر عتب. مخرجنا مخرجنا يبي اليوم شعر عتب. بار معتب واحد والله ما يلام المجتمع محتاج عتب. اي والله صدق دائما شعر العتب فيه جمال. يقول يا قصيدي يا قصيدي صاحبك لا ضاق غنى، وانت تدري بضيقنا ولا حكينا، لا غزانا الضيق نضحك له وحنا على الليالي وكدرها ما درينا، كان هذا الوقت قصده يمتحنا والله ان يبطي وحنا ما شكينا، لو يشينا الوقت ما لنا وشنا، والعمر يقصر ولا تقصر يدينا، من دروس الوقت شفنا واستفدنا، والحقوق نعدها لنا وعلينا، الهقاوي بحزة الضيق تعرفنا، والله إنه سعد منه ينتخينا، والخوي اللي على الهقوى تعنى فعلا يجمل على هقوى خوينا، للعلا بفعولنا البيضة قدمنا، وفعلنا يحمي قفانا لا مشينا، عند روبه للردى شمنا وغبنا، وعند روبه الطيب ما غيب حدينا. سلام. صح لسانك. صح بدينك. اليوم الشاعر دائما تكون عنده يعني خلينا نقول مجموعة مقربة جدا منه، سواء أصدقاء أو من أهله من عيال عمه. اليوم شاعرنا منو المقربين لك دائما اللي تطلع معهم تقعد معهم تتحاور معهم؟ أخوي وصديقي تركي عواد، شاعر تركي عواد، أمسي وحيي من هالبرنامج هذا. وأخوي ماجد سيار العنزي موجود يعني بالستديو. أيوة. وأخوي علي المحارب أبو معاذ، وطبعاً على رأس القائمة الوالد اللي أنا ما فارقه دائماً باستمراراً وياه. كل الشكر على وجودك اليوم معنا. أثريت حلقتنا بهذه الشاعرية الجميلة، وإحنا دائماً في يعني كل أسبوع لازم يكون عندنا ضيف شاعر إذا مو ضيفين، لأن فعلاً الشعر هو أدب، هو قيمة. خلينا نقول مكنونات الشاعر كثيره قاعد يتعب على هذه الحبكه الشعريه، فاحنا صراحه نستمتع. الله يجزاك واستمتعنا فعلا بوجودك اليوم معنا والله. تشرفت بالاضافه معاكم لان انتم مكسب للشاعر برنامج على السيف استاذ طالب. ولا تبطي على الاعلام ونبي نشوف ظهورك دائما ولا تبخل علينا بعينه ان شاء الله. الله يطول عمرك. الله يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه ونورت برنامج على السيف. الله يعطيك العافيه مشكور. اذا مشاهدينا كان هذا لقائنا مع شاعرنا الجزل صاحب المفردة الجميلة شاعر صلاح مطرف العنزي. راح نشوف الحين نطلع مع الخياط بهذا الفاصل الموسيقي، وتالي نلتقي معاكم إن شاء الله بإذن الله باشر في نفس التوقيت من الساعة 10 للساعة 12 راح يكون معاكم فيصل ومع زميلة صابرين. كل الشكر لكم والتحية والسلام.